كان في هذا الـ هذه الافتتاحات، افتتاح عدد من المستشفيات في سيناء، وايضا الحديث عن التامين الصحي في السويس مثلا، هيكون في الافتتاح التجريبي نهايه هذا العام للتامين الصحي. احنا عارفين ان التامين الصحي ده المفروض كان يبقى على 15 سنه في كافه انحاء الجمهوريه، الان الرئيس ضغط ومفروض انه يبقى على 10 سنوات. الوزيره هاله زايد قالت النهارده انها ان احنا بندشن مجموعه من المشروعات في جنوب سيناء وفي السويس، و من 5 مليون مواطن الآن انضموا للتأمين الصحي الشامل في من بورسعيد ومدن القناة. نسمع ما قاله السيد الرئيس عن التأمين الصحي وفكرة محاولة ضغط الفترة الزمنية. الرئيس كان عايز دايما الفترة الزمنية يتم ضغطها، وتم ضغطها بالفعل من 15 سنة ل10 سنوات. نسمع ما قاله حول فكرة ضغط الفترة الزمنية، لأنه يريد أن يشمل التأمين الصحي كافة أرجاء مصر في أقل فترة ممكنة. ولكن طبعا التأمين الصحي ده مكلف جدا، الناس لازم تشترك، يعني في تفاصيل كثيرة. نسمع ما قاله السيد الرئيس فيما يخص التأمين الصحي الشامل. احنا كنا قلنا فعلا ان احنا ترتيبنا ان نخلص، او الدولة المصرية يعني تخلص هذا الامر خلال 15 سنة، ثم يعني قلنا نضغط لمدة اقل من كده، فتقال احنا ممكن قوي يعني نضغط نفسنا 10 سنوات. ولما جيت حياة كريمة قلت طب احنا هنقوم باجراءات كتيرة جدا جدا فيما يخص الشؤون بتاعت كل الوزارات. يعني وزارة الصحة لها مستشفيات، سواء كانت مستشفيات عايزة ترفع كفايتها او مستشفيات هتقام طبقا للخط، ونفس الكلام للمدارس بتاعت وزارة التربية والتعليم. يعني قصدي اللي هي الخطة الاستثمارية او خطة الوزارات داخل الدولة المصرية. فبما ان احنا اختصرنا الخطط ديت من 10 سنين في حياة كريمة ل3 سنوات، فكنت عشمان ان هم يعني ينزلوا بال10 سنين في اقل من كده، ولكن طبعا لاعتبارات يعني مقدرة جدا جدا يصعب ده، ولكن على الاقل ال10 سنين ممكن تقل شوية لو قدرنا يا دكتور مصطفى، لأن العائد الصحي، العائد الإنساني اللي هيعود على الناس اللي هيعود ضخم جداً.